القادمة إن شاء الله في المقام أذكر شيء شعبي كثير بإذن الله تعالى. أقول وصلى 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 مقام أهل النبي محد، وصلى وصلى وعليهم فاز كل من سلم، وصلى 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 ومهما صام شانيهم، وصلى شفاعة ما لعد خيرين، شفاعة ما لعد خير البرية. وفي العربي الفصيح ايه وحمائم نبهنني والليل داج المشرقين، شبهتهن وقد بكين وما ذرفن دموع عين، شبهتهن وقد بكين وما ذرفن دموع عين، بنساء آل محمد لما بكين على الحسين. وقال القصيدة محمد إقبال، أقول إقبال قصيدتي في فاطمة الزهراء من أروع ما يمكن، من 20 بيت تقريبا. أي نعم، لكن طويلة، باقي لنا دقيقة نريد بسرعة نسمعهم عن فاطمة الزهراء لكي تكون قدوة للبنات بدل الفوضى اللي صايرة في الساحات الفضائية. يقول محمد إقبال في قصيدته: المجد يشرق من 3 مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها، هي بنت من هي بنت من هي زوج من هي أم من من ذا يضاهي في الفخار أباها، هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تريد هداها، لولا وقوفي عند أمر المصطفى وحدود شرعته ونحن فداها، لمضيت للتطواف حول ضريحها، وملأت بالقبلات طيب ثراها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.